لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الكلاسيكو بين الجيش الملكي وفريق الوداد الرياضي البيضاوي، قمة كروية تجمع متصدري الدوري المغربي. مباراة كنقول بأنه لفض الشراكة، وكل فريق سيسعى لمواصلة سلسلة النتائج إيجابية وكذلك الاحتفاظ بسجله الأبيض دون هزائم. ألف من الجماهير حاضرة، جماهير الجيش الملكي حاضرة بقوة، كذلك جماهير فريق الوداد التي تنقلت من مدينة الدار البيضاء لمتابعة المباراة ولمساندة فريقها الجيش الملكي متصدر الترتيب بفارق الأهداف وصاحب أقوى هجوم. دخول داخل المعترك، فرصة أوه تدخل حارس أحمد رضا التقنوتي في المكان المناسب، فرصة لفائدة فريق الجيش الملكي. الدقيقة الأولى محاولة بواسطة انطلاقة من جهة اليمنى، دخول داخل المعترك، فرصة خطيرة أوه الهدف الأول لفائدة فريق الجيش الملكي. رضا سليم الدقيقة الثالثة بعد المحاولة الأولى، الثانية كانت في شباك الحارس أحمد رضا التكنوتي. فرحة كبيرة لجماهير فريق الجيش الملكي، بداية قوية. رضا سليم في المكان المناسب يضع الكرة في شباك رضا التكنوتي. تابعوا من جديد هذا الجديد، لعبت كرة أرضية، فرصة تدخل الدفاع وإبعاد الكرة للزاوية، أول زاوية. صعبوت جونيور لعبات الكرة الرأسية، تدخل وإبعاد الكرة من طرف إيمانويل إيباني تشيبوي، تدخل دائما خطورة ونجم يسدد، تدخل الدفاع مرة أخرى والحارس أيوب الكرب في المكان المناسب. كانت فرصة لفائدة فريق الوداد، تسديدة ديال محمد ونجم، تدخل ديال الرواندي مشات من أدب أدفاتي، الحكم كيعلن خطأ، خطأ لفائدة فريق الجيش الملكي. حمزة إيجامان زيد الدين عبد الراق وكذلك رضا سليم، ترجع كره لرضا اللي طيله الموسم الماضي وكذلك اشرفوا على انتدابات ودول اللي سهل ماموريه انه ياخذ مكان مدرب فاندين بروك. رضا جعلت تمريره ممتازه، فرصه لفريق الوداد في الوقت الحكم المساعد رفع الرايه، كان انطلاقه ديال البوليس، يكون هناك هدافين من هذا الطراز من هذه النوعيه. تدخل استرجاع الكره بشكل ممتاز، رابعه اخرى ادب لافت داخل بطاقه الجزاء، تدخل وابعاد الكره في طرف المدافع ارتيت زولا، محاوله كانت خطيره استثنائي في الوقت التبادل، المحاوله احمد عبوده نرفع الكره ولكن سهله عند احمد رضا التكنوتي. تحدثت على هذه الانجازات تبقى مهمه ونتمنى محمد اونجم دخول داخل منطقه الجزاء، ولكن خروج الحارس ايوب الكرد اللي كيخلي ثوب واحد هو ثوب البطل وثوب البحث على التتويجات. كم كيعلن على الخطأ فريق الجيش الملكي، ضغط تمهيدي عدم النفاتي تسديده، فرصة الكرة في القائم آدم النفاتي والكرة تصطدم في القائم دائما. محاولة أحمد حمودان شغل يعمل حمودان تسديده لكن بعيدة خارج أرضية الملعب. كانت فرصة لفائدة أحمد أنجم، لعبات الكرة دائرية البحث على الرأسية، تدخل للمدافع مونتيرو بورغيز، ثلاثة ديال المدافعين ترفع الكرة، فرصة خطيرة حمودان في المكان المناسب، هدف ثاني لفائدة فريق الجيش الملكي. أحمد حمودان مرتد هجومي سريع، فرحة كبيرة لجماهير فريق الجيش الملكي. رضا سليم انطلاقة من الجهة اليمنى، كما قلت الاعتماد على المرتدات الهجومية السريعة. الحسوني أيوب العملوت، فرصة لفائدة فريق الوداد، طلعت كرة تدخل ديال حاتم الصوابي الذي يبعد الكرة للزاوية، زاوية لفائدة فريق الوداد هي الرابعة. لعبات الكرة في القائم الأول الرأسية ديال أيمن الحسوني، تدخل ديال مفيد تسديدة ولكن بعيدة، منظومة تكتيكية تبادل المحاولة من جانبنا. أيوب العبلون رفع الكرة داخل منطقة الجزاء، فرصة خروج حارس أيوب الكرد، المحاولة من الجهة اليسرى ترفع الكرة، فرصة خروج الحارس أيوب الكرد. شنو يعمل كيرفع الكرة ولكن فقط للحارس أيوب الكرد، بحث على كرة طويلة، فرصة صابوت جونيور خذا الكرة بشكل ممتاز في الوقت الحكم المساعد رفع الراية. صابوت جونيور بولي خذا الكرة ممتازة بالصدر، ولكن الحكم يعلن الخطأ لفائدة فريق الجيش الملكي وإنذار لأرسن زولا، إنذار التالي في الصفوف فريق بورغيس.
رفعت الكره داخل منطقه الجزاء باحتلال راسيه، فرصه خطيره تسديده مشت فوق المرمى، فرصه خطيره والكره فوق المرمى، كانت فرصه ومحاوله وسط العيود لعب لود كيرفع الكره لبحث اللاعب سامبو جونيور راسيه، لكن سهله في يد الحارس ايوب الكرد، كان ارتقاء ديال سامبو جونيور اللاعب والمهاجم السنغالي فوق الجميع، ولكن الراسيه ديالو كما نتابع من زاويه اخرى، جات الكره سامبو جونيور لايوب لعب لود، فرصه فرصه للوداد، فرصه للوداد سديده زهير مترجي يضيع هدف محقق لفريق الوداد، تمريرة ممتازة من أيوب العملود، زهير مترجي أمام المرمى ولكن تسديدة ديالو مشات فوق مرمى الحارس أيوب الكرد، يحيى عطيت الشوط ديالو كيرفع الكرة داخل منطقة الجزاء، فرصة تدخل إيمانويل الذي يبعد الكرة ممتازة بدرجة ديال الحكم، خلى ابتزاز مدى الكرة دائما لأيمن الحسوني في الوقت كرجع الكرة أو يعيد كرة ثابتة كتنفذ بسرعة الحسوني تسديدة عرضية ممتازة دائما خطورة وناجم يرفع الكرة وناجم داخل منطقة الجزاء، كان تدخل ديال المدافع محمد المفيد والكرة كتمشي شرط بعيدة أمامنا طاقم تحكيم المباراة، صراحة كانت هناك حالة شادة في المواجهة لأنه طاقم تحكيم المباراة لم يغادر أرضية الملعب، كان هناك بعض يعني الرشق بالقارورات بعض الجماهير ديال فريق الجيش الملكي، ولأن صراحة الأمور غادة بشكل جيد، يمكن احتجاجا على بعض القرارات ولكن يمكن نقول بأن الثانية والكرة في يد فريق الجيش الملكي، الوداد بالمجموعة الثانية رضا التكنو في حراسة المرمى باقي اللاعبين، يحيى عطية أيمن الحسوني تمريرة فرصة فرصة في يد فريق الوداد، أية بداية لفريق الوداد بواسطة اللاعب سامبو جونيور الذي يتمكن من وضع الكرة في الشباك، هدف أول في يد فريق الوداد لتقريبا زوين المترجي حاول يلعب ثنائية ولكن هناك تغطية في الوقت حكم اللقاء دي منح خطأ بالفعل لفريق الجيش الملكي لأن مريضة صديق يوضع كرة على العرب من أجل تسديدة ولكن تخطف الرقعة تسديدة ديال العربي الناجي أمامنا ولكن جات بعيدة شيئا ما حمزة إيكامان فرصة كرة تخرج جانبا في الوقت حكم المساعد كرفع الراية حمزة إيكامان إطلاق رفعت كرة داخل منطقة الجزاء فرصة رأسية تدخل الدفاع دائما الخطورة رفعت الكرة الرأسية فرصة كرة جانبا الرأسية من صراحة داخل منطقة الجزاء تمريرة هناك تدخل ديال يحيى عطية الله وإبعاد الكرة عبد الله حيمود فرصة جوزيف جوزيف كيدي أول لمسة كرة في الشباك هدف ثالث لفائدة فريق الجيش الملكي للمهاجم الإيفواري الذي يتمكن من وضع الكرة في شباك الحارس أحمد رضا التكنوتي